اكبر. خلينا ناخد على التليفون سريعا الكابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي. يا كابتن سمير مساء الفل عليك. مساء النور يا كابتن امير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. شايف جزئيه، يعني الجزئيه بالتحديد الخاصه بلجنه الحكام في اتحاد الكوره وما اثير خلال الفترات السابقه ومباراه الاهلي والانتاج بالتحديد والاخطاء التحكيميه اللي احنا شفناها في هذه المباراه، القصه دي شايفها ازاي من وجهه نظرك كحد كحكم دولي قديم؟ هو طبعا الكابتن امير، طبعا كلنا اتفرجنا على الماتش اللي فات. طبعا كانت الاخطاء طبعا صعبه كتير طبعا جدا مقبوله. تمام، وتحس ان المباراه كان فيها حاجه غير طبيعيه. لان حتى انا لما كنت بحلل في القناه عند حضرتك مع كابتن سيد عبد الحفيظ، انا قلت له ده اسهل استوديو تشوفني اقدر احلله النهارده طبعا، عشان الاخطاء واضحه. يعني بتكلم في ضربه جزاء ما يختلفش عليها اثنين، وبعد كده التسلل بحوالي مترين. فالمباراه 90 دقيقه مش طبيعيه يا كابتن امين الصراحه. طبعا. طيب بس خلاص، هي المباراه انتهت ونتيجه اتاثرت وانتهت المباراه. طيب انت من وجهه نظرك شايف الحل لهذه الامور يبقى ازاي يا كابتن سمير؟ يعني احنا زي ما احنا شايفين بعض الدول وبعض الدوريات بيلجأوا لتقنيه الفار او تقنيه الفيديو اللي من خلالها، او اللي شفناها في كاس العالم. شفنا كمان السعوديه خلاص لعبوا تقريبا جوله في الدوري السعودي، وكمان عاملين موضوع جديد جدا ان الجمهور اللي بيتفرج على المباراه من خلال شاشات التلفزيون يقدر يسمع الحكام بيقولوا ايه جوه الغرفة الخاصة بالفار، دي حاجة كمان جديدة جدا. شايف ان ده حل ممكن يتم اللجوء ليه خلال الفترة المقبلة ولا صعب هنا عندنا في الدوري؟ هو طبعا الحل الثاني ده مش مقبول اصلا من الاتحاد الدولي. ليه؟ ان المباراة ممكن تتنقل على الهواء عبر شاشة التلفزيون، بس الإعادة بتبقى ممنوعة. إعادة بتبقى ممنوعة. الحكام ممكن لو الشاشة اتعملت للبي ار الخاصة بالحكام، اصلا تعليم من البروتوكول بتاع الفي ار اللي هو اتعمل في كاس العالم، اللي يبص فقط على الجهاز الحكم لوحده، ممنوع اصلا حد يبص. فلا يمكن دي تبقى موجوده في الاستادات في اي مكان. ده كمان الاتحاد الدولي محددها، قال لك لو المدرب جه معاك في المنطقه بتاعت الاريا بتاعت الفي ار يتفرج معاك على الشاشه، بتديله تحذير بعد كده تطرده. تمام. لو جالك لعيب بتديله انذار، فطبعا لا، دي منطقه يجي فيها الحكم لوحده، حتى الحكم الرابع ما يشوفهاش. يعني دي طبعا لا، يعني دي ممنوعه. انما انا بقول لك ايه الحل بقى في الموضوع القصه اللي احنا فيها. طبعا التقنيات الفيديو مهمه جدا، بالرغم ان كان في كاس العالم برضه في بعض الاخطاء طبعا، وكان في البي ار، هي بتقلل من الاخطاء، بس هي بتقلل من الاخطاء، خصوصا اخطاء فادحه زي اللي شفناها في مباراه الانتاج والاهلي. يعني برافو عليك. بس انا رايي يا كابتن، الاخطاء بتاعه النادي الاهلي دي والانتاج، احنا محتاجين حاجه واحده بس، الحكم زي اللعيب. الحكم محتاج. طب والنبي بقول لك يا كابتن سمير، كابتن سمير بالمناسبه بس عشان الفيديو او لقطات من مباراه الاهلي وانتاج والكره بتاعت وليد ازارو ضربه الجزاء، انا عايزك بس تشرح الجمهور المصري بشكل عام وظيفه الحكم الاضافي ايه؟ لان احنا شايفين الحكم الاضافي او الحكم الخامس متواجد، والواضح على اسلوبه ان هو مركز جدا في اللعبه، لكن ما خدش قرار خالص ان الكره ضربه جزاء. فاشرح للناس الحكم الاضافي ده وظيفته ايه بالظبط داخل الملعب؟ طب الحكم الاضافي وظيفته لعبتين، من ضمنهم اللعبه اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، اللي هي بتاعت وليد ازارو، بتبقى فيه اللي هي بتبقى فيه ركله جزاء واضحه من وهو شايفها، لازم يبلغ عليها الحكم. دي اول وظيفه، يعني هو اتعمل عشان دي. تمام، دي رقم واحد. رقم اثنين يا كابتن، لو في الكره عدت بين الطاقمين وتحت العارضه والحكم ما شفتهاش، عارف يا كابتن امير الكره بتخش جوه الجول وبتخرج بسرعه دي، او بتخبط بين القايم والعارضه وتنزل وتخرج، دي وظيفه رئيسيه من الحكم اضافي او الحكم الخامس. تمام، دي اهم وظيفتين. طبعا في المباراه بتاعت الاهلي والانتاج، ودي اعتقد مباراه الواحد مش هينساها عبر التاريخ كله اصلا، دي لو الحاجات دي. طب تفسيرك ايه يا كابتن سمير انه ما حسبش؟ يعني تفسيرك ايه؟ يعني ان الحكم الاضافي ده، انا مش عارف اسمه للاسف، الحكم الاضافي ده ليه ما حسبش؟ محمد كابتن محمد ابو خاطر، ليه ما حسبش؟ التفسير الوحيد اللي عندك ايه او من وجهه نظرك يكون ايه؟ بصراحه مش لاقي تفسير والله، ولا احنا مش لاقيين تفسير بقالنا اربع ايام اهو من ساعه الماتش عمالين ندور على تفسير مش لاقيين. يعني بص، انا هو طبعا هو الله يكون في عونه، بيمر طبعا يعني حاله نفسيه صعبه قوي. اكيد بالرغم الكلام ده ممكن يعني في ناس ما تقبلوش يسمعوه دلوقتي، بس انا بقول لك الحقيقه. انا مع محمد، والغريب بيه يا كابتن امير، محمد من الحكام الكويسين جدا. انت عارف محمد، انت بقى لنا كام اسبوع بنلعب يا كابتن امير؟ بقى لنا خمس اسابيع صح؟ بالظبط.
محمد ابو خاطر لعب سبع اسابيع سبع ماتشات لعب ساحه وصفاره ساحه وحكم ثاني. انا التشتيت مش ليها، بس برضه عاوز اقول لحضرتك حاجه، الخطا مش على محمد بس عشان اكون منصف، في خطا مشترك بين الحكم طبعا ابراهيم نور الدين مساعد الحكم ومساعد الحكم هاني عبد الفتاح رقم واحد، مساعد الحكم برضه كره قصاده مع محمد ابو خاطر. بس اللي انا سمعته بقى طبعا برضه انا سمعت كلام صعب شويه ان يعني الكوميونيكيشن كان بينهم بيقول له لا الكره ما فيهاش حاجه. طب ما ده دي مشكله اكبر، دي كارثه طبعا يعني مش فاهم يعني. طب هو ناقص ايه يعني يعمل له ايه عشان تبقى بيلينا؟ ما انا عشان كده لما حضرتك تقول لي التشتيت دي مش لاقي لها تفسير. نيجي برضو حتى لو جبنا لعبه التسلل قدامنا يا شاشه مفيش تفسير واضح والله. معلش عشان انا اسف انا مش لا مفيش مشكله. نيجي في حته التسلل برضو مفيش تفسير. يعني ايه التفسير؟ يعني ممكن انا اجادل مع حضرتك ومع بعض اي مشاهدين لا مثلا الكره اتلعبت امتى؟ في واحد مغطي لا ده في واحد مغطي بحوالي متر ونص. فبقول لك دي مباراه يعني مش هتتنسي. نصايحك للحكام ايه يا كابتن سمير؟ في الجولات الجايه نصايحك طبعا كحكم كبير وخبره كبيره ودولي، قول لنا نصايحك للحكام ايه؟ لازم طبعا تركيز. الكوره دي مش بتاعه خطا لجنه ولا خطا تعيين، ده كل الحكام دوليين طبعا. اللعيب يبقى مركز وما يستهينش بالمباراه، يعني الكوره اللي احنا شفناها في التلفزيون دي ده ما فيش تركيز بالظبط، لان التركيز الكوره سهله جدا مش محتاجه حد. بس النصيحه لازم التركيز واهتمام يا كابتن، لازم يبقى فيه اهتمام. طيب. سؤال سريع يا كابتن سمير قبل ما اختم معاك، سؤال سريع قبل ما اختم معاك، هل انت مع الاتجاه؟ انا عارف ان دلوقتي في تفكير في اتحاد الكوره وده خبر حصري عندنا هنا في قناه النادي الاهلي، في تفكير في اتحاد الكوره ان يجيبوا رئيس لجنه حكام اجنبي زي ما في السعوديه برضو نفس الموضوع، يعني لو الحكم الاجنبي الشهير او الانجليزي الشهير كلاتنبرج هو رئيس لجنه الحكام هناك في السعوديه، هل انت مع الاتجاه ده؟ لو تم اتخاذ هذا القرار هيبقى انسب ولا ايه رايك؟ حتى هيشيل الضغوط شويه عن الحكام وعن الانديه؟ لا 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 خالص، اصل المشكله مش في رئيس اللجنه ولا في اللجنه، المشكله في الحكام. اللي اخطا ده خطا بتاع حكم مش رئيس اللجنه انه عين غلط، لا ده معين حكم دولي، ده رايي يعني. مش هيبقى ده العلاج. بس هو طبعا ولا في استقاله، كابتن عصام ما استقالش، لا بالعكس. النهارده كابتن عصام في المغرب عنده مباراه يرقبها في الاتحاد الافريقي، تمام، ومفيش اي نوع من انواع الاستقالات يعني. كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي الشهير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي وضح فيها العديد من الامور الهامه.